مبدئيا بس كده مذيعة موجودة في قناة الأهلي اسمها سارة محسن. ناس كتير قوي بدأت تقول لك إن هي لازم يتم طردها وكأن أساسا قناة النادي ناجحة علشان خاطر نتكلم على سارة محسن وإضافتها للقناة وبلا بلا بلا. بس أنا مش جاي نتكلم على سارة محسن لأن الموضوع أساسا ما ينفعش ياخد أكبر من حجمه لأن قناة الأهلي فاشلة بوجود سارة أو رحيل سارة. هو برنامج الريان المنيسي والكابتن عادل القيعي هو الأنجح خلال الفترة الأخيرة جدا 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 اللي هي من 10 سنين البرنامج ده هو الأنجح في قناة النادي الأهلي. فحتة إنك تقعد تتكلم بقى على إن سارة محسن تمشي او تقعد كده كده وجودها زي عدمه. هنتكلم على تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ومحاولة لجنة المسابقات في اتحاد الكورة التحقيق مع كابتن سيد عبد الحفيظ برعاية المستشار القانوني للاتحاد اللي هو اساسا احنا مش عارفين مين رئيس لجنة المسابقات بتاع اتحاد الكورة. الراجل اللي حرفيا لا يفقه اي شيء في عالم كرة القدم واتفرج على دايما توقيت مبارياته اللي بيحطها الاهلي والزمالك ودايما بتلاقي ان في ماتشات كبيرة جدا في دوري ابطال اوروبا او في ماتشات كبيرة جدا في الدوريات الاوروبية الحاج عامر حسين ما كانش بيقدر ان هو يحط ماتشات الاهلي او الزمالك قصاد دوري الابطال او قصاد الماتشات الكبيره دي لان الراجل كان بيقول ان مشارك كره القدم من حقه ان هو يتفرج على الاثنين على ده وعلى ده. فان انت كواحد لجنه مسابقات مش عارف تحط ماتشاتك وبتحط ماتشاتك دايما في توقيتات متضاربه مع الماتشات العالميه فده معناه انك لا تملك الحق اطلاقا انك تقعد تقول لي ان انا عايز اراجع تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ. وكابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه اللي هو يا جماعه انتوا اساسا اتلهوا خليكم في حالكم اساسا. وتصريحات كابتن سيد على جهاد جريشه معروفه يا جماعه ان جهاد جريشه حكم سيء جدا في الماتشات الكبيره حكم كل مباراه كبيره بيعملها بفضيحه بتلاقي ان الراجل طالع بفضيحه من داخل المباراه مسؤول عنها جهاد جريشه. طارق حامد الاخير في ماتش بيراميدز قدام عينيك طارق واخد انذاره وما رضيتش انك تديله الانذار الثاني ولما الفار جاب لك اللقطه اللي انت حسبتها ضربه جزاء كان قدامك انك تكون ذو شخصيه قويه وانك تطلع تقول ان الكوره مش ضربه جزاء بس علشان خاطر الفار قال لك ان دي قرارك انت خدت ضربه الجزاء وقتها ما كنتش تقدر تجرؤ انك تقول ان المشكله كانت في المساعد او المشكله كانت في بتاع الرايه او المشكله كانت في العيل اللي ورا الجول. الفار ساعتها ورى الناس قد ايه جهاد جريشه حكم على قده جدا كشخصيه. جهاد جريشه اللي بعد كل غلطه بيعملها بيطلع يتكلم فيها حوالين ان المساعدين بتوعه هم السبب وان العيب مش فيا والمشكله في النظام والمشكله في الناس الموجوده. دلوقتي لما انت كنت قدام الموقف فيس تو فيس خدت قرار منافي تماما القرار الصحيح. الفار قال لك ارجع شوف مش ارجع خد قرار. انت اول ما شفت الكره جت في ايده خفت وقلت لا يفتكر الكره بتاع احمد سامي بتاع مقصه زمان والكلام ده فرحت حاسب ضربه جزاء. فلما تقول ان كابتن سيد عبد الحفيظ بيطلع يتكلم على جهاد جريشه وان كل مره بيغلط فيها بيعتذر وتيجي محرف التصريح وتقول ان جهاد جريشه كل مره بيعتذر لي وبيكلمني وانا همسح رقمه كابتن سيد عبد الحفيظ مش هبيض عشان يقول الكلام ده. يا جماعه انتوا اللي مش عارفين تحاربوا في الاتجاه الصح. مشكلتنا هنا في مصر ان احنا بنتكلم دايما في الحاجات الجانبيه. مشكلتنا يا جماعه مع اتحاد الكوره ومع لجنه الحكام مش مشكلتنا مع تصريحات كابتن سيد. روحوا انتوا الاول قولوا لجهاد جريشه يبقى عنده شخصيه قويه وواجه المواقف وبعدها قولوا كابتن سيد عبد الحفيظ يقول ايه وما يقولش على على جهاد جريشه لان كابتن سيد هرجع اقول لك تاني وتالت ورابع التصريح ده ما اتقالش. التصريح بتاع حته ان انا همسح رقم كابتن جهاد جريشه وبيعتذر لي ما اتقالش لان كابتن سيد عبد الحفيظ عارف ان هو لو قال الكلام ده هيلبس في الحيط. فما تقوليش ان كابتن سيد هيبقى عارف كده وهيعمل كده. يا جماعه بطلوا تستخدمونا عشان احنا تعبنا من المنتج السيء والرديء اللي بتقدموه. فمش معنى كده ان التصريحات تبقى احنا سامعينها بودنا وشايفينها بعينينا ومع ذلك تقول لي لا والله هو قال حاجه تانية كده في النص لمجرد بس ان في مواقع من اللي بيقال عليها مواقع كبيره في مصر نقلت التصريح بمزاجها ونقلت التصريح على مزاج المحررين اللي فيها لمجرد بس ان هم انتمائهم مش نفس انتماء كابتن سيد عبد الحفيظ. لا تحدثني عن المصداقيه حدثني دايما عن التفاعلات علشان كده الكره المصريه عمرها ما هتطلع لقدام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك لو ما عجبكش روح دور على جهاد جريشه ودور على احمد مجاهد لان احمد مجاهد لا يجرؤ ان هو اساسا يوقف سيد عبد الحفيظ حتى لو عملوا 100,000 تحقيق احمد مجاهد واتحاده المؤقت والمعين لا يجرؤ ان هو يوقف سيد عبد الحفيظ. جبتها لك من الاخر.